بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنكمل إن شاء الله مع بعض منهج الرياضيات للصف الثالث الابتدائي، المنهج السعودي، الفصل الدراسي الأول. معاكم ناصر سالم. احنا ما زلنا شغالين في الفصل الأول اللي هو فصل القيمة المنزلية. أخذنا الدرس الأول، والنهاردة إن شاء الله هناخد تمارين على الدرس الأول اللي بيتحدث عن الأنماط العددية. زي ما بأكد في كل تمارين احنا بنحله، حتى في الشروحات اللي انا بشرحها بقول لك يبقى معاك الكتاب، واحنا بنشتغل من كتاب التمارين دلوقتي، ومعاك الدفتر ومعاك القلم، واي مسألة انا بحلها بتبدأ توقف الفيديو وتحل المسألة معي. نبدأ كده على بركة الله. بسم الله. السؤال الاول بيقول لي احدد النمط ثم اكتب العدد المناسب في المربع اللي موجود عندي ده، 5 وبعدها فراغ، و15 وبعدها فراغ، و25 وبعديها فراغ. هنا انا بقول زودت، هنا ايه اللي يزود لحد 15؟ يبقى انا 5، يبقى انا زودت 5 كمان بقت 10، زودت 5 كمان بقت 15، وهكذا. يبقى دي الطريقة الوحيدة اللي أقدر أعرف بيها. يبقى هنا النمط عبارة عن إيه؟ النمط كده أكتب له إن أنا زائد 5، يعني بزود 5، 5 بقت، زودت 5 بقت 10، زودت 5 بقت 15، زودت 5 بقت أو أصبحت 20، زودت 5 على ال 25 أصبحت كام؟ أصبحت 30. هنا 75 وفراغ، هنا المفروض في المسألة ديت كان يديني رقمين ورا بعض، ولكن هي ايه؟ هي سهلة، يعني كان المفروض يديني رقمين ورا بعض كده عشان اقدر احسب النمط. هنا النمط ايه؟ بيزيد ولا بيقل؟ من 65 ل 60 يبقى بيقل. بيقل اجيب نسبة السالب ازاي او التناقص ازاي؟ 65 اطرح منها 60، الاول ناقص الثاني، انما لو كان بيزيد يبقى الثاني ناقص الاول. 5 ناقص 0 5، يبقى بيقل بمقدار 5. يبقى النمط عندي ايه؟ اكتب له كده سالب 5 او ناقص 5. يبقى ناقص 5 معناته ان انا بنقص 5 في كل مره. 75 نقص منها يا ولد يا ولد، يبقى 70 بقت 65 بقت 60، 60 نقص منها 5 بقت 55. ممتاز جدا جدا المثال ده. طيب هنا 96 و94 عايز اجيب النمط، هنا بيقل ولا بيزيد؟ بيقل، يبقى الاول ناقص الثاني، لو كان بيزيد يبقى الثاني ناقص الاول، يبقى 96 ناقص 94، نطرح 6 ناقص 4 2، يبقى بيقل بمقدار 2، يبقى النمط بتاعي ناقص 2. يبقى 96 94 نقص 2، يا ولد يا ولد البنت الشطورة دي، 92 نقص 2 يبقى كام؟ يبقى 90، ونقص 2 يبقى 88. هنا 4 يقول لي 7 10 في زيادة، نفس الفكرة هنا المفروض ايه؟ بس هنا عطاني رقمين ورا بعض. هنا بس المشكلة في المثال الأول انه ما عطانيش رقمين ورا بعض، فهي عشان المثال سهل عمل كده، انما هنا لازم يديني رقمين ورا بعض. يبقى انا اطرح، طالما بزيد اطرح الثاني اطرح منه الاول، يبقى 10 ناقص 7 يديني كام؟ يديني 3، يبقى النمط بتاعي زائد 3. طيب 10 ازود عليها 3، 10 ازود عليها 3، 10 احط الكبير في راسي واطلع 3 على يدي، 10 11 12 13، 13 بعد ازود عليها 3 يبقى 16، 16 16 17 18 19، يبقى 19 الرقم اللي بعد ال 16 بشكل مباشر. طيب ناخد مثال كمان، نفس المثال رقم 5، 3 وفراغ و9 وفراغ و15. هنا بقعد اجرب بس، لان انا في المسائل اللي بيديني فيها رقمين ورا بعض انا بعرف الايه؟ بعرف النمط بشكل مباشر. هنا 3 بقت، نشوف بقت 9 بعديها. انا عايزك تفكر معايا، انا عارف السؤال بس عايزك تفكر معايا. 3 يبقى انا عايز ايه؟
التلاتة دي لو أنا زودت عليها تلاتة هتبقى ستة، خلينا نجرب الستة. طب زودت عليها تلاتة تاني بقت تسعة، يبقى النمط عندي إيه؟ زائد تلاتة. ممتاز جدا. التسعة أزود عليها تلاتة يبقى تسعة، وأدي تلاتة، تسعة عشر حداشر اتناشر، يبقى تسعة بعديها اتناشر والاتناشر بعديها خمستاشر، يبقى النمط بتاعي زائد تلاتة. هنا مية وحداشر بعد كده مية وخمستاشر بيزداد، بيزداد يبقى التاني ناقص الأول، أجيب النمط بتاعي مية وخمستاشر ناقص مية وحداشر، خمسة ناقص واحد أربعة، يبقى النمط بتاعي زائد أربعة، يبقى بزود أربعة. طيب 115 وازود عليهم 4، 115 116 117 118 119، 119 ازود عليهم 4 يديني 123، بعد كده 127، 50 بعدها 70. طيب انا مش عارف، يبقى 70 ناقص 50. ليه قلت 70 ناقص 50 ما قلتش 50؟ لان بيزيد، يبقى بحط التاني ناقص الاول هيديني كام؟ هيديني 20. يبقى النمط بتاعي انا بزود 20 في كل مرة. طيب 70 ازود عليها 20، اجمع العشرات مع بعض يدينا 90، 90 ازود عليها 20 110، 110 ازود عليها 20 يديني كام؟ 130. 48 و46 يبقى بنقص، يبقى الاول 48 ناقص 46 اطرح، 8 ناقص 6 2، يبقى النمط بتاعي ناقص 2، بنقص 2. 46 انقص منها 2 يبقى 44، انقص منها 2 يبقى 42، انقص منها 2 يبقى 40، وممكن تحسبها على ايدك بكل سهوله. طيب رقم 9، 120 اصبحت 100، يبقى انا نقصت كام؟ سهله ديت، يبقى انا نقصت 20، 100 نقصت منها 20 يبقى تصبح كام؟ 80، 80 انقص منها 20 يبقى 60، 60 انقص منها 20 يبقى كام؟ يبقى 40. بعض المسائل بتكون سهله. 7 ازود عليها 2 يبقى 9، ازود عليها 2 يبقى 11، ازود عليها 2 يبقى 13، ازود عليها 2 يكون كام؟ 15. يبقى انا حليت السؤال الاول بشكل ايه؟ بشكل سليم. واضحة كده عملية النمط؟ خلص. ناخد مثال كمان، بيقول لي يوضح الجدول الأدنى عدد الساعات التي قضاها مجموعة من الأصدقاء في التدرب على السباحة خلال أسبوع. إذا استمر النمط فكم ساعة تدرب كل من خالد ومنصور؟ عايزين خالد ومنصور، فكم ساعة تدرب؟ طيب يبقى ماشيين بنمط معين، هنا اتنين زدتها بقت خمسة، زدتها بقت تمانية. طيب يعني خمسة ناقص اتنين يبقى يساوي تلاتة، معناته ان النمط بتاعي ايه يا ولد؟ يبقى زائد تلاتة، انا بزود تلاتة في كل مرة. تمانية ازود عليها تلاتة، يبقى تمانية في راسي او في عقلي، وازود تلاتة على يدي، تمانية او اضرب كده، تمانية تسعة عشرة حداشر، يبقى حداشر، حداشر في راسي ازود عليها تلاتة، حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر، يبقى 14. انا كملت الجدول بالكامل. هو قال لي ايه؟ فكم ساعة تدرب كلا من خالد ومنصور؟ ادي خالد ومنصور، يبقى خالد تدرب 11 ساعة ومنصور تدرب 14 ساعة. لو هو يقصد جمع الساعات، انا مش عارف السؤال صراحة، مش واضح. فكم ساعة تدرب كلا من خالد ومنصور؟ لا، يبقى تدرب خالد 11 ساعة و14 ساعة، هو لا مش طالب الجامعة ولا شيء. خلاص كده، يبقى كده احنا حلينا او انهينا الدرس الاول، وهو درس الأنماط العددية، درس بسيط وسهل جدا جدا جدا. أتمنى من الله عز وجل لكم التوفيق، أشوفكم إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.